السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة، والناس اللي كتشوفني لأول مرة ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد إن شاء الله. المهم الفيديو اليوم هو كيفية تحضير بانكيك فخم في حال ديال المطاعم. بقوا معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة تحضير اللي سهلة وبسيطة. غادي نحتاج في الوصفة ديالي سكر فانيلا وجوج خمارات وكأس كبير ديال الدقيق قياس كاس ديال العنبودي ونص ونصف كاس ديال السكر سنيدة وجوج معالق الزبدة كبار دايبين ونصف كاس ديال الحليب وزوج بيضات على حسب حرارة ديال المطبخ. غادي نوضع الدقيق ديالي في إناء ونضيف لي السكر سنيدة وكذلك الفانيلا وزوج خمارات. زوج خمارات مقارنة مع كمية ديال الدقيق راه بزاف، ولكن الا بغيتو يجي البانكيك ديالكم منفوخ والشكل ديالو زوين كنصحكم بجوج خمارات. وغادي نحرك المكونات مزيان ونضيف لهم الزبدة دايبة ونحرك مزيان حتى ينسجم لي الخليط. غادي ناخد إناء آخر ونوضع فيه البيض اللي كيكون بحرارة الغرفة وكذلك نصف كاس ديال الحليب ونخلطهم مزيان. ونضيفهم على المكونات الأولى ونجمع الخليط ديالي مزيان. الى جا ثقيل نزيد ليه شويه ديال الحليب حتى نحصل على هذا القوام، ما يكونش جاري وما يكونش عاقد. ودابا غادي نطيب البانكيك ديالي وغادي نوضع مقلة على نار مهيلة ونوضع فيها زبدة. نبدأ نحرك المقلة ديالي مزيان باش توزع ليا ديك الزبدة ونوضع الخليط ديالي بهذا الشكل. غادي نزيد شوية ونخليه يطيب على نار مهيلة حتى لخمسة دقائق وغادي نعرف باللي البانكيك طاب من خلال الحجم ديالو اللي تضاعف. وغادي نحركه وغادي نقلبه بهذا الشكل. ونساويه مزيان، نساوي الجناب ونخليه يطيب. من بعد ما طاب ليا البانكيك ديالي
غادي نكرر نفس العملية. غنوضع الزبدة حتى تذوب، وغادي نوضع الخليط، حتى نسالي الخليط ديالي كامل. ودابا غادي ندوزو لمرحلة التقديم والتزيين. غادي نوضع الطبقة الأولى في صحن وندهنها بالشوكولاتة. غادي نوزع مزيان الشوكولاتة ديالي على الجوانب. وغادي ناخد الخليط اللي كيحتوي على البسكويت والقرقاع، غادي نوضعه فوق الشكلات. وغادي نوضع الطبقة الثانية ونوضع عليها الشكلات. غادي نوزعو كذلك ونزيد البسكويت والقرقاع. وغادي نوضع الطبقة الثالثة، وغادي ناخد الحبات ديال القرقاع ديالي ونوضعهم بشكل متساوي. ونضيف حبات ديال الفريز في الجناب. هنا عندي موزة غادي نوضعها في الجناب ديال القرقاع. غادي نوضعها كذلك على الصحن. باش كتعطي جمالية للمنظر. غادي نسقي البانكيك ديالي بالعسل. العسل اللي متوفر عندكم يمكن لكم تستخدموها. وغادي نضيف البيسكوي والقرقع في الجناب. وهذا هو الشكل الاخير ديال البانكيك ديالي. بالصحة والراحة، كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسوش تدعموني. والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.